الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبي قلوبنا ونور ابصارنا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصلنا إلى حالات دوران الواجب بين التعيين والتخير هنا يريد يطرح هذه المسألة ويبين هل هي داخلة في ضمن العلم الإجمالي أم لا داخلة في ضمن البراءة ما هي هذه الحالة؟ حالات لما يكون عندنا واجب هذا الواجب يدور الامر بين تعيين الواجب والتخير فيه والتعيين والتخير تارة يكون عقليا ما معنى ان يكون الواجب التخير عقليا التخير العقلي يعني لم يذكر الشارع مصاديق التخير يعني أكرم زيد كيفما اتفق زيد أو هذا ال ال الإطلاق أكرم زيد أكرم زيدا كيفما اتفق كيف ما تريد تكرم زيد مرة تنطي هدية مرة تنطي سيارة مرة تنطي بيت مرة تنطي... هذه هذا إكرام متنوع هذا الاطلاق يعني تخيير وعندي تعيين او لا انه مثلا تهدي له كتاب فاذا بما ان التخيير لم يحدده الشارع المقدس فهنا يكون التخيير عقلي يعني هذا مسموح به عقلا أو نقول أن الشارع جعل لك كامل الاختيار في هذه المسألة هذه نسميها بالتخيير العقلي إذا التخيير العقلي هو حينما لم يذكر الشارع مصاديق التخيير بل تركها على المكلف أما التخيير الشرعي لا بعد الشارع هنا يتدخل في بيان التكليف ال الذي مخير به مثلا يقول اه أنه هذا الوجوب إما عتق أو إطعام أو صيام هذا بالنسبة إلى التخير أو بالعتق خاصة العتق خاصة هو التعيين فحينما يبين المولى مصاديق التخير بعد هذا يكون تخيرا شرعيا جيد حينما نلاحظ هذا التخير سواء كان عقلي أم شرعي نلاحظ مثلا في المثال الأول اللي هو أكرم زيد أكرم زيدا كيفما اتفق أو اهدي لزيد كتاب فإذا عندنا هذان عنوانان كيفما اتفق وكتاب هذا العناوين المختلفة، صحيح أنه في الخارج هناك صدق بين هذه العناوين، يعني أكو بينهما عموم وخصوص مطلق، لأنه إكرام زيد كيفما اتفق، ينطبق على إهداء كتاب، فكل إهداء كتاب يسمى إهداء زيد كيفما اتفق. واما ليس كل ما كل ما انه يعني داخل في ضمن اهداء الكتاب فاحدهما اعم من الاخر اهداء زيد كيفما اتفق هذا اعم من اي شيء من اهدائه كتاب فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق وكذلك بالنسبه الى العتق والاطعام والصيام هذا هذه الافراد الشرعيه ايضا العتق يكون جزء من هذه الافراد، يعني كل اطعام وعتق و اطعام وعتق وصيام يكون العتق داخل في ضمنها فيكون هناك عموم وخصوص مطلق. نعم. فكل هديه اكرام. وليس كل إكرام هدية هذا بالنسبة إلى العناوين المتباينة فيما بينها وكما سيبين السيد الشهيد تفصيلا في الحلقة الثالثة بأن الوجوب يتعلق بالعناوين لأن الوجوب يتعلق بالعناوين فإذا كان كذلك وهنا عندنا عنوانان مختلفان اذا فهناك يوجد عندي في هذه الحالة في حالة التعيين والتخير عندي عنوانين مختلفين وهذا الوجوب متعلق بالعناوين المختلفة إذا يوجد عندي علم إجمالي علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم هذا يكون متعلقا للوجوب فاذا كان كذلك فاذا عندي جامع بين هذين العنوانين المتباينين فاذا يكون عندي علما يكون عندي علم اجمالي باي شيء ب اما بوجوب الاعم او بوجوب المعين فلذلك العنوان قال: دوران الواجب بين التعيين والتخيير سواء كان شرعيا ام عقليا. زين، قد يقال بانه اذا كان احدهما اوسع مصداقا واعم وعموم بينهما عموم وخصوص مطلق. الا يكون ذلك؟ يكون دورانا بين الاقل والاكثر. تقول هنا هذا لا ليس كل ما كان بينهما عموم وخصوص مطلق معنى ذلك انه متباينان معنى ذلك انه بينهما دوران الامر بين الاقل والاكثر، لماذا؟ لان ما دام العنوانين متباينين فصح أن نبين وجود علم إجمالي بينهما هناك علم إجمالي لأن العناوين متباينة فيما بينها فإذا كانت متباينة فيما بينها وأصل تعلق الوجوب إنما يكون على العناوين والعناوين متباينة إذن يكون عندنا فهذا يكون عندنا علم إجمالي بوجوب إما هذا العنوان أو هذا العنوان فالجامع بينهما هو علم إجمالي إذا تبين إلى هنا بأن هناك علم إجمالي بالوجوب ولكن السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا يبين مسألة ويقول نحن ذكرنا سابقا هناك عده شروط للعلم الاجمالي واحده من هذه الشروط ان يكون هذا العلم الاجمالي كل من الطرفين العلم الاجمالي مشمولا لنفسه للبراءه في نفسه مشمول للبراءه بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الاصلين وهنا هل يتحقق هذا الشرط فيما نحن فيه قل لا لماذا؟ لأنه عندنا هنا العلم الأعام هذا لا يكون فيه مشمو... لا يكون مشمولا للبراءة في نفسه. لماذا؟ لأنه هذا هذا يكون إذا كان مجرا للبراءة فمعنى ذلك راح يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذا أردنا من البراءة التوصل إلى ترك الجامع رأسا فهنا حينما ترجع إلى هذا الجامع وتأتي بالبراءة ويكون مشمولا للبراءة، يعني مثلا حينما ننظر إلى إكرام زيد مطلقا، هذا الإكرام المطلق إذا كان مشمولا للبراءة في نفسه راح ينتفي جميع أنواع الإكرام. او بالنسبه الى المثال الثاني العتق او الاطعام او الصيام، اذا شمل هذا في البراءه بعد ما يبقى عندي خاص ومعين راح ينتفي جميع الاكرام وينتفي وتنتفي جميع مصادق المخير فيها المكلف، فاذا كان كذلك لا يكون صالحا لاي شيء؟ لشمول البراءه في نفسه، فاذا لم يكن صالحا كذلك بعد هنا لا يمكن ان تكون المساله من حاله العلم الاجمالي فنرجع الى دوران الواجب بين الاقل والاكثر فاذا كان كذلك راح نجري البراءه عن الوجوب التعييني. لماذا؟ لانه هذا الوجوب لان البراءه لا يمكن جريانها في الوجوب. العام لانه راح نرخص في البراءه راح يصير ترخيص في البراءه يعني راح يكون المكلف وقع في المخالفه القطعيه فلا بد اذا ان تكون جريان البراءه في اي شيء في التعيين اذا رفعنا اليد عن التعيين يبقى التخير هذا التخير يكون شامل لمصادق كثيره نطبق هنا ونبين بعض الحالات التي لم نشر اليها يقول حالات دوران الواجب بين التعيين والتخير وقد يدور امر الواجب الواحد بين التعيين والتخير سواء كان التخير المحتمل عقليا او شرعيا عقلي لم ينص على البدائل الشارع المقدس شرعي الشارع المقدس نص على البدائل ومثال الاول العقل يعني ما اذا علم بوجوب مردد بين ان يكون متعلقا باكرام زيد كيفما اتفق انظر الى هذا الواجب انه عندنا اكرم زيد اكرم زيدا كيفما اتفق كيفك اي نوع من الاكرام او باهداء كتاب له اما كيف ما اتفق يكون مطلق او لا بهذا الوجوب الخاص ان تهدي له كتاب ومثال الثاني اللي هو التخير الشرعي ما اذا علم بوجوب مردد بين ان يكون متعلقا باحدى الخصال الثلاث اللي افطر مثلا في شهر رمضان اما عتق او اطعام او صيام مثلا شهرين متتابع مثلا فهنا العتق او الاطعام او الصيام او لا يختص بالعتق خاصه او بالعتق خاص جيد وفي هذه الحالات سواء كان تخير شرعي او عقلي نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين لأنه العتق أو الإطعام أو الصيام يختلف عن عنوان العتق خاصة أو إطع... إهداء إكرام زيد كيفما اتفق يختلف عن إهداء كتاب له وإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق من حيث المصادق ولكن العناوين متباينة فيما بينها وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق، يعني كلامنا ليس في الخارج باعتبار أن الوجوب يتعلق بالعناوين، والعناوين هنا متباينة، وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين وجوب الإكرام أو وجوب الهدية، هذان عنوان عنوانان متباينان فيمكن صح أن يوجد جامع بين وجوب الإكرام وجوب الإكرام أو وجوب الكتاب مثلا وجوب الهدية، فهذان عنوانان متباينان في عالم يقول صح يدعى وجود وجود صح يدعى وجود علم اجمالي بوقوع احد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب ومجرد ان احدهما اللي هو مثلا وجوب الاكرام كيفما اتفق اوسع صدقا من الاخر يعني هذا كما اشرنا اليه هذا قد يكون إشكال مقدر وهو أنه كيف يكون علم إجمالي مع أن أحدهما داخل في ضمن الآخر قلنا بأن الوجوب يتعلق بالعناوين والعناوين هنا متباينة ليس لنا ربط من حيث المصادق بل من حيث العناوين ومجرد أن أحدهما أوسع صدقا من الآخر لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر يعني حتى نجري البراءة ما دام متباينين في عالم العناوين والمفاهيم لأن الملاك هو التباين في عالم العناوين وهنا حاصل الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود العلم الإجمالي بالوجوب موجود جيد هنا السيد الشهيد يقول وان كان عندنا علم اجمالي ولكن نسال سؤال هل هذا العلم الاجمالي منجز ام لا من شرائط تنجز العلم الاجمالي توفر شروط وواحد من هذه الشروط ان يكون كل من الاطراف مشمولا في نفسه للبراءه وهنا إذا إذا العام للبراءة راح يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فهذا الشرط هو غير متحقق، يقول: ولكن هذا العلم مع هذا يعني مع وجوده غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل، لماذا سيدنا؟ بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع يعني الإكرام ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه يعني نرفع اليد عن التعين يأتي المكلف بأي شيء لماذا سيدنا يقول وذلك لاختلال الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة عندنا كم شرط ذكرناها سابقاً في حالات تنجيز العلم الاجمالي يقول الثالث منها هذا غير متوفر هنا ما هو الركن الثالث وهو ان يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراء حينما ننظر الى الاطراف ونقول انه مثلا وجوب الاكرام ووجوب الهديه وجوب الهدية ممكن ان ينشمل للبراءة، ولكن وجوب الاكرام اذا شمل البراءة هذا ترخيص في المخالفة القطعية. بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الاصلين من ناحية العلم الاجمالي، ما لنا علاقة بين هذان العنوانان بلحاظ كونهما علم اجمالي، لا بل بنفسه في نفسه. يقول: فإن هذا الركن لا يصدق في المقام، بعد هذا الركن لا يكون مشمولا في المقام، لماذا؟ وذلك لأن وجوب الجامع الأوسع صدقا، اللي هو وجوب الإكرام أو العتق والإطعام والصيام، هذا وجوب الجامع الأك أوسع صدقا، ليس مجرا للبراءة، لا يمكن أن يكون مجرى للبراءة. بقطع النظر عن التعارض بين الاصلين، لانه هنا يبين مطلبين، انت ماذا تريد من البراءة؟ هل تريد من البراءة ان تترك الجامع رأسا ام لا؟ لانه ان اريد بالبراءة عنه يعني عن الجامع التوصل يعني حتى يؤدي الى وجوب التخيير لانه ان اريد بالبراءه عنه يعني حد يعني راح يتبر من الجامع يعني راح يتبر من الوجوب التخيري. التوصل الى ترك الجامع راسا اذا تريد هالشكل فهذا توصل بالاصل المذكور الى المخالفه القطعيه التي تتحقق بترك الجامع راسا. هذا راح يؤدي اذا كان كذلك راح يؤدي الى ان يترك الجامع راسا باعتبار بينهما عموم وخصوص مطلق فذلك داخل في ضمن هذا فاذا اجريت البراءه عن هذا يعني اجريت البراءه عن التعيين. فإن كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه، فإذا كان واحد من الأصول يؤدي إلى هذا المسألة بأنه ينفي التعيين والتخير بعد هنا لا يمكن أن يجرى. زين، وإن أريد بالبراءة عنه التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط. يعني هنا فقط من ناحية الوجوب التخيري لا الوجوب عن الجامع. يعني في الحالة الأولى أنه يريد أن يؤمن عن الجامع. إذا أمن عن الجامع راح يأمن عن الوجوب التعييني. هنا يقول لا أنا فقط أريد أن أرفع اليد وأجعل براء عن الوجوب التخيري فأجعل وجوب تعييني. فهو لغو. لماذا لان المكلف في حاله ترك الجامع راسا يعلم انه غير مامون من اجل صدور المخالفه القطعيه منه حتى هذه المساله الثانيه اذا تركها راسا مباشره فهو يعلم بانه اي مصداق داخل في ضمن هذا التخير راح يكون غير مؤمن عنه فراح يكون ما مشمول ضمن القاعدة ولا يكون مصداقا لما يطلبه المولى فأي أثر لنفي استناد عدم عدم الأمن إلى جهة مخصوصة اللي هي الوجوب التخيري فقط ماكو فيها أثر فإذا لم يكن فيها أثر راح يختل ركن من اركان العلم الاجمالي فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجز. وبهذا يتبرهن، ماذا يتبرهن؟ ان اصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، يعني هنا اذا نفينا جريان البراءة في احد الاطراف يمكن أن نجري البراءة عن الطرف الآخر بلا مشكلة بلا محذور وهنا تبين لنا أننا لا يمكننا أن نجري البراءة عن الوجوب التخيري فماذا يبقى؟ فيبقى أنه نجري البراءة عن الوجوب المعين وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض لماذا لانه هذا العلم الاجمالي المذكور هذا غير حجه فاذا كان غير حجه لا يمكننا الالتزام به فنجري البراءه في الطرف الذي يمكن جريان البراءه فيه وما هو هو الوجوب التعييني اذا تبين في هذه المساله لحالات دوران الواجب بين التخير التعيين بين التخير والتعيين انه هنا لا يوجد عندنا علم اجمالي سواء كان ذلك التخير عقليا ام شرعيا يعني نص المولى على اطراف التخير ام لم ينص ام لم ينص فهنا لا ي... وان كان هناك علم اجمالي ولكن هذا العلم الاجمالي لا يكون حجه لماذا لاختلال الركن الثالث من اركان العلم الاجمالي وهو انه لا بد ان يكون من كل من الاطراف مشمولا في نفسه بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الاطراف ان يكون مشمولا في نفسه لاصاله البراءه وهذا الركن لا يمكن جريانه باعتبار ان اجرينا البراءه عن الجامع هنا راح يكون ترخيص في المخالفة القطعية فإذا كان ترخيصا في المخالفة القطعية فمعنى ذلك أن العلم الإجمالي هنا غير منجز وغير حجة فإذا كان كذلك إذا ولا يمكن جريان البراءة في التخير فنجري البراءة عنه في التعيين وبذلك تم الكلام في هذا المطلب اللي هو العلم الإجمالي وأجزاءه إن شاء الله في الدرس القادم سوف ننتقل الى الاستصحاب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم على محمد وآل محمد